نحن معشر الأساتذة المتدربين حجينا اليوم في إطار مسيرة الوفاء، معركة الوفاء، لنقول أننا لا يمكن بأي وجه كان أن نتخلى عن إخواننا 150 أستاذ متدرب الذين استهدفوا لا لشيء إلا لانتمائهم للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. حنا كان عندنا اتفاق مع الدولة يقضي بتوظيف الفوج كامل دفعة واحدة، كان عندنا فيه حنا واحد مجموعة ديال الالتزامات أديناها كلها من خلال أن حنا دخلنا قضينا ولاد الشعب أربع شهور بلا ريال بلا جوج وبدون أي صفة، كنا داخل الأقسام ندرس أبناء الشعب المغربي، لم نتأفف، لم نتحجج، وأدينا التزاماتنا على أكمل وجه، لنفاجأ بعد ظهور نتائج الاختبارات الشفهية بمنع 150 أستاذ متدرب من حقهم في الوظيفة العمومية.